السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم، وهنكمل شرح برنامج أنريل. هو برنامج متخصص في عمل الألعاب. ممكن لو أنت شغال بيلم تدخل الموديل بتاعك وتطلع زي برنامج أو لعبة، العميل بيتحرك من خلال الماوس ويبقى فيه تفاعل بينه وبين المبنى. دلوقتي هنشوف ازاي أضيف كاميرات سينمائية. هاجي من هنا بليس واختار سينماتيك وأقول له أنا عايز كاميرا أكتر بالشكل دوت. تلاحظ ان هنا بدأ يعرض لي الحاجة اللي الكاميرا هتشوفها. فلو انت طلعت لفوق قدام شوية كده اهوت، هيبدأ يظهر لي الحاجة اللي المفروض الكاميرا تظهرها. ممكن اقول له طب انا عايز اعمل روتيت بالشكل دوت اهوت، وتقدر تتحكم في السيتنج زي فيلم باك، تلاقي الكاميرا تبقى عريضة او صغيرة حسب نوع الكاميرا او الفيلم باك سيتنج. اللينس، العدسة، تقدر تختارها بالشكل دوت. من غير ما تحرك الكاميرا بيبدأ يقرب ويبعد بالشكل دوت. تقدر تشوف الفوكس هتبقى قد ايه مثلا بالشكل دوت، تقدر تغير الرقم دوت زي ما انت عايز اهو، وتقدر تقول مثلا الكرنت فوكس قد ايه، وهكذا بحيث ان انت تتحكم في اعدادات الكاميرا.